نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے لیے ہم ایک ہیں, اور فوری طور پر فرانس کا سفارت خانہ بند کر کے فرانس سے اپنی سفیر کو بلا کر فرانس کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے. ما اعرف يا ولد اصدقائك قلت لها شنو بدها تنسى حتى مدير المدير ما يعني نطلب من الشعوب العربية والشعوب الإسلامية أن يقاطعوا منتوجات الفرنسية بأكملها, وخاصة الشعب الجزائري, ولازمنا يعني نخرجوا يعني نخرجوا كما نقولوا غدوة غير غدوة من أجل نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو قدوتنا. Yeah.